مساء الخير، مساء الخير، أنا رحب فيكم يا حبيبي في تلفزيون الدان الحضرمي، تلفزيون الزامل الحضرمي، تمام ولا لا؟ اهدأ لكل مغترب يمني مكافح، تمام ولا لا يا حبيبي؟ ضاوي من دوامك طفشان، خلصت دوامك وتعشيت وطفشت وجلست، دخلت التيك توك والله ماشي عجبك، قبل بقعد تحوش، دخلت الواتساب جيت أخبار البلاد كلها وطفشوا بك وحوشوا بك، رفع الضغط عندك، دخلت الفيسبوك تمام ولا لا، وحصلت والله صور البلاد وسيول ويرعد ويمطر وبارق وسياسة وحوش، طفشت ما عاد اقدر اتابع. ما خلصت يا حبيبي الاشياء الحلوة، ما خلصت. في شيء اسمه يوتيوب، تمام ولا لا؟ تدخل على اليوتيوب تبحث على قناة اسمها قناة يتيم الشوق، تمام ولا لا؟ تحصل هناك زوامل حضرمية على دان حضرم، على اشياء حلوة كذا تحبها وتعجبك، تمام ولا لا؟ اهم شيء انك لا تنسى حبيبي تسوي الاشتراك، اشتراك في القناة ضروري، اللي ما يعرف بعلمك كيف تسوي اشتراك. شوف الشرح هنا، تدخل على اليوتيوب تمام ولا لا، تضغط على زر الاشتراك، طبعا تفعل جرس الاشعارات تمام عشان تجيك كل المقاطع، وخلاص ودندن، في كل اسبوع يجيك مقطعين ثلاثة أربعة، تمام. نتعب من شانكم، نتعب من شان المغترب اليمني، خاصة الحضرمي التعبان، تمام ولا الطفشان اللي ما هو داري يلقي براد شاهي وقناه يتيم الشوق عندك يا حبيبي ودندن. طبعا اليوم عندنا زامل حضرمي قوي 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 من الاخر، تمام ولا لا؟ مع بطول عليكم، تابعوه، لا تنسوا الاشتراك في القناه، الله يهينكم، ولازم تشجعونا، لازم تشجعونا. خلصت من المقطع ارسله لاصحابك، ارسله في الجروب، لا يوقف عندك، وبيض الله وجهكم وشكرا لكم، وتابعوا المقطع، تابعوا المقطع مشان ما اطول عليكم. مع السلامة. الخطة قال يا المحروي قريته أخو أحمد، قال خطك يا المحروي قريته وكلفني قوي ديرتك يا خار دير أخو أحمد، قال خطك يا المحروي قريته وكلفني قوي ديرتك يا خار ديره ذاكر الجود هو منكم ما نسيته، بحتفظ باك ما حفظ السلب والضخ، بحتفظ باك ما حفظ السلب والضخارة، رجل بحكوم كم اجل بحكوم كم من وعد واسع مشيته، ما تأخرت رغم ان المشاغل كثارة، رغم ان المسافة بعد بس قد طويتها، رأيت اني من الادواس ومن رأيت اني من الادواس ومن حواره، جيت من ارض فيها حصن جد حصن عزي بنيته، جيت من ارض فيها حصن عزي حصن عزي بنيته، هذه الحصن يعدل بالقصار هذه الحصن يعدل بالقصار الكبارة، بتكلم هذا كلامي وقول الكذب لا ما بغيته، ليش بكذبك مقنات الحدف الغايل عودة من سلم بيعود قدني بطي ما جيت وسط الغايل، الغايل عودة من سلم بيعود قدني بطي ما جيت وسط الغايل، عم جار الظروفي ما بغتني جود ما هو بأمري لا بخص الكيل، جار الظروفي ما بغتني جود ما هو بأمري لا بخص ما هو بأمري لا بخص الكيل، والغير ربا ما رجم والسود وقدومهم يشبه قدوم وقدومهم يشبه قدوم السيل، ومول العرس قد جاد بالمجود قدم الضيفة بالجفل وله يا الغيل قد جيتك هنا مرتاح يا الغيل قد جيتك وانا مرتاح، والحال عندي يشبه المي يا الغيل قد جيتك وانا مرتاح، والحال عندي يشبه الميدان، جيتك وباشاركك في الافراح ما دام لحمي يكفي العظمان، وابن الحكومي لوفاء مفتاح بيقل الشوكه على المي، واحنا معه في مقدم الصياح زحف من صيره الى شم، نعرف قطاع فصل لا قدلاح، نعرف قطاع فصل وعرف بقفل نفتح البيبان، نعرف قطاع فصل لا قدلاح وعرف بقفل نفتح البيبان، مالي ومال الشر لا قد راح والخير مقبل، نعم والخير لو شاره في القنف قد
قال لا تفننت في الزمن معك باتفنن، لا تفننت في الزمن معك حان وقت اللي لقى فرصة إذا باتقابل، حان وقت اللي قبل فرصة إذا باتقابل. صاحب الموجبة بحكوم اسمه مدون في كتاب الوفاء والجود زين التعامل، جيت ليسر وجم مرات قد جيت ليمن، كل شيء عندهم تلحقه وافي وكامل. الزوامل تحب دوعن وحلان دوعن، وأهل دوعن يحبون الهوك والزوامل. مس الخير يا الأصحاب سلام، ومس الخير يا الأصحاب سلام شامل على القبيلة، سلام ومس الخير يا الأصحاب سلام شامل على القبيلة، وسلام على كلنا على كل شاب بيجيتهم في خير الليلة، سلام على كلنا على كل شاب بيجيتهم في خير الليلة. طاب الفرح والأنس عندي طاب بين الشناطيب الطويلة، كل بدع بعده بنجيب جواب الهجس جاهز والحن. يا طيب المسرح قل سلام لك يا طيب المسرح ما يلمي البارق في القنفان، سلام لك يا طيب المسرح ما يلمي البارق في القنفان، يوم الكلام زين له مفتاح وذوق حالي من عسرية. الكلمة الزينة لها ترتاح وتقرب اليسرى على الكلمة الزينة لها ترتاح وتقرب اليسرى على الإيمان، والكلمة العيفة كما التمساح ذي قد تربى في غضب سي. فرحكم طيبها قد فاح ساعة فرحكم طيبها قد فاح يا ذي الناس النفتو، ساعة فرحكم طيبها قد فاح يا ذي الناس النفتو، الفيجان اللي يفتح لي الباب بال بتبعه باليسرة وبال لا يا طويل الناب أنستنا، لا يا طويل الناب يا هيك تهدر بالثقيلة، أنستنا لا يا طويل الناب يا هيك تهدر بالثقيلة، الغيل وهله فاتحين الثقيلة، الغيل وهله فاتحين الباب على حسب عادته. لبقى عليك ريش وجناح يا نصب، لبقى عليك ريش وجناح يا حمد على الجبال والوزيان يا نصر، لبقى لك ريش وجناح يا حمد على الجبال والوزيان، ينفعك للصاحب نهار الصيح لك سمع صوت الفينش وجهيم. يا سباح من سباح البحر، يا سباح من سباح والميل ما يمشي بلا رب، البحر له سباح من سباح والميل ما يمشي بلا ربان، وش فايدة في شربه مش راح لأقول لك راوي ولا عطش. مرحبا عد ما بارق وما رعد يرعد، مرحبا عد ما بارق وما رعد والتوت قرض في النزل مطار الغزيرة، مرحبا عد ما بارق وما رعد والتوت قرض في النزل مطار الغزيرة، بالذي هو على العم بالذي هو على جاره وعلى خوي شخص ما هو من أصحاب الشروع. الغيل رحب والحيود العالية، هي الغيل رحب والحيود العالية قد رحبت حية وسهلة بالضيوف، يا الغيل رحب والحيود العالية قد رحبت حية وسهلة بالضيوف، بأهل المعزة والشروع الوافية خرفي بغية من جبوحه للق. قال دي حط رجله بالرضا في القيد، دي حط رجله بالرضا لا يقول عدني باقدوم قدام، وان قال لا قادر نرص الحيد هذا رجل عايش في اللوهام، وان قال لك قادر نرص الحيد هذا رجل عايش الرامي القانص يجيب الصيد يزحف على بطنه مثيل الهام. نعم ما ادري زايد منتصر او زيد ولا اخبر وهمي في اللعنه. تلاقي بينكم طاب مهجوسي وطاب التلاقي والزمل طاب من تحت الحصون الزبه، بينكم طاب مهجوسي وطاب التلاقي والزمل طاب من تحت الحصون الزبينه، كل شي راح وما الود والجبر باقي
كل شي راح قل وما الود والجبر باقي حبل موصول بين البادية والمدن كل شي راح وما الود والجبر باقي حبل موصول بين البادية والمدينة صاحبي دي جبرني بجبر عام حاقي كلمة الجبر تبقى دين بيني مليوم قدها قل لسالم بيت مليوم قدها قل لسالم بيت والعاد حد عامل كله إسلام مليوم قدها قل لسالم بيت والعاد حد عامل الإسلام دي كان يضوي بالظفر والفيد صدام لأن ما حد كما صدام على البحكوم مني كلهم سلام على البحكوم مني كلهم والمن حضر تبلغ تحية والسلام سلام على البحكوم مني كلهم والمن حضر تبلغ تحية والسلام ليلة فرحهم جيت عاديعيهم والنصر بوجين حين فوق الراس الغيل داعم والرجال ادعوم الغيل داعم والرجال ادعوم مثل النمر عهد نايف بعد المقدم لا شرح بالقوم ما يعاتبونه وقلوا عارف وكل بنادم ما يشعف للوم تبعوا منه لا تخالف والجود ما له درس أو تعلوم تورفوا من شيبين سالف الأخبار تضارب ولا شيء فيد رسوا علينا ضيعوا الأيام الأخبار تضارب ولا شيء فيد رسوا علينا ضيعوا الأيام وقد رضي عن طرف أضبوا زيد وحوش جم تتحرم الترم ما عاد حد يدحقون رويد ولا عاد حد يعطف على الأيتام ما عاد حد يدحقون ولا عاد حد يعطف على الأيتام لا خير في مسعد ولا في سعيد لا قزع القساس منا الجدب والعيد من بيدني على الجدب والعيد كلهم بغال الجوهرة والهام من بيدني على الجدب والعيد كلهم بغال الجوهرة والهام نحمده معنا من صحاب الكيد على المطامع من سقط لك أقام يعجبني وحنات الزمن ومقابلة أهل الشراع الوافيين الهوك يعجبني وحنات الزمن ومقابلة أهل الشراع الوافيين يا زامل الزمن خلينا ننجز عمل ما دام قدنا في العضيدة حاضرين خلي الجبل يشهد ويشهد بالجبل والخالق الرزاق خير الشاهدين لا قد تعكى أمر أو أمر اشتكل بيعيننا ما حد خلاف الله بضرب لك مثل قل يا ضارب الأمثال بضرب لك كل من صبر بحيز ها دنيا يا ضارب الأمثال بضرب لك مثل كل من صبر بحيز ها دنيا ودين والجبر والمعروف يلحق لهم حل ويعجب التالي ويعجب لو مرحبا بالقول ذي ذوق عس من آدمي طيب وحب الطيب يا مرحبا بالقول ذي ذوق عسل من آدمي طيب وحب الطيبين ونام أهله وبيصبح عظمي وصلى وتنطحن بقعة على راسي قال مني ذبل سلام لك يا بان مر مني ذبل ولدي معك أهل العقول الرازين سلام لك يا بان مر مني ذبل ولدي معك أهل العقول الرازين بنواش لك مدام قد حان الوشل ونشي مخفى غصب عنه باي هاقسي خلي الجمل يتبع جمل يا هاقسي خلي الجمل يتبع جمل يتبع جمل لا تسقل ما بين حذية والعنين يا هاقسي خلي الجمل يتبع جمل لا تستقل ما بين الحذية والعنين لا طاب النية فيها طاب العمل ما حد يريد الكسر في فيجان من كل شيء مرغوب باشلي وسل من كل شيء مرغوب باشلي والزين هو العيف لازم بايبين والعيف هو الزين لازم المشترى حبه ولا حب البدل وشوكة الميزان خدعة الميزان بغوا مخرج وحل الناس في ضاقه بغوا مخرج وحل وانتم صحف قنوات وكمام حللين الناس في ضاقه بغوا مخرج وحل وانتم صحف قنوات وكمام حل محللين هتولنا بالله من وين الخلل عدنا نهش الشعب الخلل الناس لا عبد الله كل الصوت يا اهل الزمل والهو كل الصوت يا دي على اليسرى ويا دي على اليمين يا اهل الزمل والهو كل الصوت يا دي على اليسرى ويا دي على اليمين والقول في بعضه عسل والبعض خل والخل ما يتقبله في قنص
في هذا المحل، قل في هذه الساعة وفي هذا المحل بهرج وبتكلم وباجيبني يقين. في هذه الساعة وفي هذا المحل بهرج وبتكلم وباجيبني يقين. الدولة العظمى تغير على الدول، تستعمل الفيتو والهم في كل حين. الدولة العظمى تغير على الدول، تستعمل الفيتو والهم في كل حين. قلنا لهم مطلوب تصلح العطل، يا أهل المعاني والعقول الرازيين زعلوا علينا، ايش فايدة في زعلة وبرضي سالم مصيبة سالم. تقلقل عاني تقلقل المام تاول هاي في الخامة تنفضل لا توقف لما مثاول هاج في الخضمة همل والحمل جاهز بالمحصي وال لما مثاول هاج في الخضمة همل والحمل جاهز بالمحص أي أيوة والوين والحمد لله والشكر يا زبن العوال ذا جاتكم زينة والأخرى سيباني وياسي ونوحي الحياة بسيباني وياسي ونوحي لا مطرح الجودات غيل الباحكو حيا بسيباني وياسي ونوحي لا مطرح الجودات غيل الباحكوم والشيخ في الواجب نعده صاحبي وسلام وتحيات للناس له والشيخ قل في الواجب نعده صاحبي وسلام وتحيات على الناس العموم الجبر والماجوب خط ما يمتحي لا قام والجاويد هج سيباي أنستني يا وعد في قرنك عجر والناس دي شعبك رفيعين المقام أنستنا يا وعد في قرنك والناس دي شعبك رفيعين المقام وانتو لنا ساعد بكم بألف تخر وانتو ذهب يبتاع بالكيلو الناس قد نصحوك لا تقع في الفشل الناس قد نصحوك لا تقع انت وقومك كلكم مستعجلين الناس قد نصحوك لا تقع في الفشل انت وقومك كلهم مستعجلين قولوا لعبده عاكده ما انت بطل قولوا لعبده عاكده قنعت بالقسمه وهي نص الثمين قنعت بالقسمه وهي نص الثمين زازك رقل لا تقول زازي ما رقل من دي وقعش الناس مو هم غافلين نعم قولوا لبو حيدر معك لحسة عسل صلحت نفسك ما حسبت الباقي تمهلي مهل قولوا لبو طارق تمهلي مهل لا تعصد المهرة وتعكنها قولوا لبو طارق تمهلي مهل لا تعصد المهرة وتعكنها أتهمت بو حيدر وهو ينجز عمل والراع بيحطها على اللحم ماشي أمل عشتي أمل في النصر وماشي أمل والحمل باقي والمراكب راس سين قال المثل كل من يشاور ما قتل يوم بيعهم ودل المتفاهم قلنا رحل من بعد ما قلنا رحل قلنا رحل من بعد ما قلنا رحل حنا الطبول الحرب في الديرة حنين قلنا رحل من بعد ما قلنا رحل حنا الطبول الحرب في الديرة حنين ضاقت حوال الناس والوضع ارتدل والمعركة طالت لها أربع يتزاقب وليقينا ملل تشكيل من والناس قدهم ميل الوقت يتزاقب وليقينا ملل تشكيل من والناس قدهم ميلين كل ما لقينا زرع كل ما لقينا زرع في الأيام كل لا نحسب العوة ولا نجمل شهرها شوع وهل القادرية شهرها شوع وهل فوق المدينة والعباد الصالحين القادرية شهرها شوع وهل فوق المدينة والعباد الصالحين وطرودنا في ميل منصوب دقل من موسكو لها في لندن مقبلين من موسكو لها في لندن مقبلين والبن معنا قل لسالم والجفل في المعشرة خذ لك ملا في جان صين ما انته بري عندك دراب الذي يحصل وتقول لي بالأمر ما احنا دار